فضلت الشيخ رضا احنا بنتكلم الان يعني احنا بنروح نرجع الى الاساس. ممكن تدمير ألوهية يسوع في خطوة واحدة أساس العقيدة المسيحية التجسد والفداء. نعم. نسأل لماذا تجسد ولماذا فداء؟ يقول لك لأن آدم أخطأ. وهذا ليس كلامي. أرجع لكلام البابا شنودة في كتاب لاهوت المسيح صفحة 83-84. طب السؤال المطروح الآن، أين تكلم يسوع الخطيئة الأصلية وهي أساس عقيدة التجسد والفداء؟ ليس هناك نص واحد من فم يسوع تكلم الخطيئة الأصلية، بل يسوع يقول في إنجيل يوحنا 15-22: لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطيئة. الطريقة الثانية لتدمير ألوهية يسوع في خطوتين. الخطوة الأولى، ما في واحد مسيحي يؤمن أن يسوع هو الآب. الذي يقول أن يسوع هو الآب هذا مهرطق، دي هرطقة. لماذا؟ لأن المسيح في الكتاب المقدس وضح هذا الكلام. إنجيل يوحنا الإصحاح 5:31، المسيح يقول: إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حق، الذي يشهد لي هو آخر، شخص غيري أنا، ثمون إنس، وأنا أعرف إن شهادته حق. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق، وأنا لا أقبل شهادة من إنسان، أي الشاهد الآخر الذي يشهد ليسوع ليس بشر. من هو الشاهد الآخر؟ العدد 37 يقول: والأب نفسه الذي أرسلني يشهد لي، لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته. تمام. إذن الشاهد الآخر هو الآب. اثنين، المسيح يقول في إنجيل لوقا، الإنجيل يوحنا العدد 14-16: وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزي آخر. يسأل المسيحيين: من المعزي الأول؟ يسوع. من المعزي الآخر؟ الروح القدس. إذن يسوع ليس هو الإب، ليس هو متأسف، ليس هو الآب، يسوع ليس هو الروح القدس. ولو قلنا أن يسوع الآب يبقى هنا ما فيش تسليم. طب ممتاز. طيب، هل يسوع أعلن صراحة من هو الإله؟ طيب، الخطوة الأولى أثبتنا من الكتاب المقدس أن يسوع ليس هو الآب وأن الآب ده آخر. نعم، يسوع أعلن في إنجيل يوحنا صراحة الإصحاح 17:3 يقول يسوع، يقول: ورفع يسوع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك، إذ قد أعطيته سلطان ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. من المتكلم؟ الابن. الابن بيخاطب مين الآب؟ الابن موقوع في التثليث الأقنوم الثاني. نعم. بيخاطب الأقنوم الأول، يقول له: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت أي الآب الإله الحق وحدك. الآن يسوع يقر ويعترف أن الإله الحق وحده هو الآب فقط. لاحظ فضيلة الشيخ، الكتاب المقدس من العهد القديم والعهد الجديد بيأكد على التوحيد، أن هناك إله، وهذا الإله ليس معه آخر. وإحنا أثبتنا أن الأب ليس الإبن والروح القدس ليس الإبن. فين الكلام ده؟ على سبيل المثال التثنية 4:35: أنا قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله، ليس آخر سواه. جميل. لا واحد، ملوش آخر، ما في آخر معه. عندك في الملوك الأول الإصحاح 8:60: يعلم كل شعوب الأرض أنا الرب وهو الله وليس آخر. تمام. إذن يا شيخ، يا شيخ وسام. نعم، اتفضل يا شيخنا. اتفضل، جزاك الله خيرا. يعني الفكرة اللي حضرتك عايز تطرحها عشان برضو تبقى قدام السادة المشاهدين وتبقى مفهومة للمشاهد البسيط معايا، ان الكتاب المقدس قال ان يسوع بالنسبة للاب او الابن بالنسبة للاب اخر، وان الله سبحانه تبارك وتعالى واحد احد وليس اخر. فاذا اثبت او حاول المسيح ان يثبت ألوهية الابن فإنه بذلك يكون قد أثبت وجود إلهين، ولو حاول بقى تأليه الروح القدس بقوا ثلاثة، يبقى الآن أنا عندي ثلاث آلهة وليس إله واحد. دخلنا بقى في تعدد الآلهة والوثنية، فالله سبحانه تبارك وتعالى لا إله سواه ولا رب غيره سبحانه جل وعلا. تمام، معانا الشيخ وسام لسه؟ طيب، أحسن الله إليك يا شيخنا وجزاك الله خيرا، وربنا يجزيك خير على هذه المداخلة القيمة. طيب، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الو مرحبا. شيخنا اهلا يا شيخنا، تفضل مع حضرتك يا شيخ. مرحبا يا شيخ صابر، يا هلا بيك. مرحبا يا شيخنا، الله يكرمك يا شيخنا. الله يحفظك. بجد والله يا شيخنا، بسم الله ما شاء الله. الله يعزك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يعني يا شيخ. الله يبارك في عمرك، ادعوا لنا يا عايزينك شيخ. تزيد والله يا وهي شيخ، دعوة يعني وابعتوا لكل البرنامج الصادقين الصغير من ده هذه شيخنا ده. الأمة أن يدعوا لنا. وبطلب من حضرتك بقى طلب تاني بعد إذنك. اتفضل. إن البرنامج يتعاد في الفترة الصباحية. البرنامج ليه إعادة؟ نعم، البرنامج ليه إعادة. حاضر. حاضر يا شيخ صابر، حاضر من عينين. حاضر. طيب، شفنا وفعلا زي ما شيخنا الحبيب وسام بيقول، يعني مش هنقول تدمير، القضية مش قضية تدمير، أنا عايز أقول إثبات وثنية هذه العقيدة في خطوة واحدة. إيه هي؟ إن الأب بالنسبة لابني يا أستاذ معاذ آخر. آخر. الأب بالنسبة لابن آخر، ده حاجة وده حاجة. قال: إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حق، الذي يشهد لي هو آخر. وقال: الأب نفسه هو الذي يشهد لي. فأي محاولة لإثبات ألوهية الابن هي محاولة للتثليث. طيب ناخد اتصال تاني. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الله يحفظك. مين معانا؟ أنا اسمي محمد محروس. يا أهلا وسهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا بيك. أنا عايز أعمل مداخلة في البرنامج. اتفضل. حضرتك معايا؟ اتفضل. ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. انا اسمي محمد محروس قرني من حدائق القبه من القاهره. يا مرحبا. الله يرحمك. الحقيقه انا ليا اقتراح، يعني يمكن ممكن او يكون مفيد، فاحب اعرضه على حضراتكم. اتفضل. وعلى الاستاذ معاذ عليان. اتفضل. انا ليه ما يبقاش في حلقه كل اسبوع في البرنامج يبقى موجود فيها الأستاذ معاذ ويبقى موجود حد برضو من المسيحيين؟ والله احنا بنضم صوتنا لصوتك. تمام. على أساس يبقى يبقى الحوار دوت مستمر أسبوعيا. جميل، والله نخليها يا دعوة للحوار، واحنا بنرحب بمشاركة أي ضيف مسيحي يكون يعني دارس للعقيدة المسيحية كويس، ويكون مش هنقول يعني يكون رتبة كنسية كبيرة، ولكن على الأقل يكون ملم بهذه الأطروحات اللي احنا بنطرحها، ويكون يملك الدليل على هذا الإيمان اللي هو بيؤمن به، أو احنا عندنا الأدلة، اللي معاه الدليل يكسب يا جماعة. صح. كمان في شيء مهم. اتفضل يا أستاذ. بابا شنودة لما كان بيتكلم على زكريا بطرس، القصة ده يطلع بيشتم في الإسلام وكده. المهم ده بابا شنودة ان هو بيتساءل، احنا جبنا الكتب المسيحيه دي وتسالنا، لقينا الراجل ده حاطط صوره الثالوث كده، ده الاجابه بتاعتنا. نعم. هو ده التوحيد المسيحي. نعم. بس هو ده التوحيد. والله هو الكتاب المقدس يقول يعني فتشوا الكتب، واحنا فتشنا بصراحه، احنا فتشنا، وانا يكفيني كتابي وقراني، يكفيني ديني وايماني، يكفيني مجدي وبرهاني، يكفيني اتباعي للنبي العدناني صلى وسلم وبارك عليه الرحيم الرحمن. ولكن أنا عايزه هو يعرف، عايزه هو يقرأ، عايزه هو يتعلم، عايزه هو يتكلم، يخرج عن صمته ويعلم أن الإيمان بالدليل الإيمان بالخبر. ناخد اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا. جزاكم الله خيرا، وجزا الشيخ رضا كل الخير ان شاء الله، والشيخ معاذ ان شاء الله. الله يحفظك يا شيخ. مرحبا. مين معانا ان شاء الله؟ الشيخ ان شاء الله فيصل قرشال ان شاء الله معكم. يا اهلا وسهلا بك يا شيخ فيصل. مرحبا. اهلا بجنابك. لو سمحت انا كان لي مداخله بسيطه ان شاء الله في نص يوحنا 17:3. اتفضل. اللي هو بيقول فيه: وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. نعم. فهنا لماذا يعني النصارى يعني لا يريدون ان يقول ان السيد المسيح هو رسول؟ نعم. هل هي مسبة أم هل هي شتيمة مثلا؟ يعني سبحان الله، الرسول هنا يعني تكريم لسيدنا عيسى، فلماذا لا يعترفون به كرسول؟ يعني هنا الآية النص واضح في النص عندهم في يوحنا 17:3 أنه رسول، ولكن يبدو أن السبب في عدم تسميتهم يعني سيدنا عيسى برسول أن جميع الأنبياء والرسل يعني سبحان الله عندهم في الكتاب المقدس عندهم من يشرب الخمر، ومنهم من يقتل، ومنهم ومن يزني والعياذ بالله. نعم. فلماذا لا يقولون انه رسول؟ لماذا لا يعترفون به انه رسول مع انه هو الذي قال عن نفسه انه رسول؟
وان شاء الله يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم جميعا ان شاء الله. الله يكرمك. اتفضل يا استاذ معاذ. انا عارف ان هو في في شيء مهم احنا لازم نبقى عارفينه. المسيحيين بيقولوا المسيح هو رسول، نبي، انسان، عبد، بس هو الله.